الهولوكوست أو المحرقة مجزرة راح ضحيتها أكثر من 6 مليون يهودي. من ناحية أخرى الهولوكوست ظاهرة مثيرة للجدل في منطقتنا ما بين الإنكار والاحتفاء والاتهامات بالمبالغة والاستغلال. رح نستعرض معكم أهم الأحداث المتعلقة بالهولوكوست خلال زيارتنا للمتحف الوطني المكرس لذكرها في واشنطن. كتير من الناس بعد ما تتفرج على الحلقة هتسأل وإحنا مالنا؟ حصلت ولا ما حصلتش نازيين مع يهود؟ نهتم ليه أصلاً؟ مفروض نهتم لأن إنكار الهولوكوست مع الظواهر المرتبطة بيه من معاداة السامية ونظريات المؤامرة مرض بيشوه العقل العربي وعائق أمام أي محاولة للتقدم. اعترافنا بالهولوكوست وشجبنا لمعاداة السامية خدمة منقدمها لأنفسنا مو تنازل منقدمه لأي طرف، لأن القصة قصة حقائق ومبادئ، وإذا كان بدنا للعالم إنه يتعاطف مع معاناتنا لازم يكون عنا استعداد نتعاطف مع معاناة الآخرين. للأسف إنه مثقفين العرب اللي اعترفوا بالهولوكوست وأنكروا أو شجبوا معاداة السامية بالإعلام الغربي فشلوا إنه يشرحوا أهمية هاي الخطوة لجمهورهم العربي. هاي الإزدواجية بالمعايير غلط ولازم تنتهي. الهولوكوست أو المحرقة مجزرة موثقة قتل فيها أكثر من 6 مليون يهودي بشكل ممنهج، ورغم ذلك الهولوكوست قضية مثيرة للجدل في منطقتنا ما بين اتهامات بالمبالغة وإنكار تام لها. الظاهرة هي عبارة عن ظاهرة إبادة مؤسساتية تديرها دولة بحق شعب معين، وطبعا التاريخ مليان مآسي كتيرة عبر السنين. رغم ذلك الهولوكوست مميز جدا لأنه ما جراش في إطار قبائل بتحارب بعض بأحقاد قبائلية، جرى على أيدين دولة حديثة بشكل ممنهج ومقصود. والغريب الموضوع أنه هاي الدولة كانت ألمانيا اللي هي كانت مركز الليبرالية بهذاك الوقت قبل مجيء الحزب النازي، وشارك كتير من فلاسفتها بتطوير مفاهيم الحداثة ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة. الحرب العالمية الثانية شهدت كثير من القتل، 55 مليون قتيل، والألمان ما كانوش بيقتلوا فقط اليهود، يعني حاولوا يقتلوا الغجر، المثلي الجنس، المجندين الروس، المعارضين السياسيين، لكن الهولوكوست ودور اليهود فيه مميز رغم ذلك. حطوا بنظرياتهم النازية اليهود بمركز المؤامرات الكونية اللي عم تصير ضد العرق الآري. الكراهية ضد اليهود ليست ظاهرة حديثة، طوال القرون الوسطى في أوروبا كان في كراهية ضد اليهود، كان في مذابح ليهم، طردهم من دول مختلفة. حتى في الأدب بنلاقي في مسرحية شكسبير الشهيرة تاجر البندقية كلها مبنية على أفكار دينية، وجهة نظر مسيحية، بيتهموا اليهود بصلب المسيح، بيتهموا اليهود بأن هم بيتأمروا ضد المسيحية. وبالعصور الحديثة كراهية اليهود أخذت بعد عرقي أكثر، خاصة على إيدين الصحفي فيلهم مار اللي اخترع مصطلح معاداة السامية، وكان أصله بالتحديد اليهود مو أبناء آخرين من العنصر السامي. وطبعا الارتباط بين الحداثة وبين معاداة السامية هو ارتباط أساسي وجذري. الحداثة أدت إلى تغييرات كبيرة جدا في حياة الناس في الفترة دي، تغييرات اجتماعية، تغييرات سياسية. مين اللي يفسر كل الحاجات دي؟ ظهور حركات سياسية، الماسونية، الثورة الفرنسية، النظام الرأسمالي، وأخيرا الشيوعية، أكيد كلها مسؤولية اليهود. وبالإضافة لهذا الشيء خسارة ألمانيا للحرب العالمية الأولى كمان لاموها كتير ناس على اليهود، ادعوا بأنه المستشارين السياسيين للقيصر هنن اللي أقنعوه، على الرغم من أنه ألمانيا كانت منتصرة عسكريا، أنه يوقف الحرب وبالتالي تنهزم ألمانيا. هي سموها الطعن من الخلف. بيبدأ الحزب النازي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لا يلاقي نجاح كبير، تأتي الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها في العالم كله، يبتدي يتحول الحزب إلى قوة حقيقية على الساحة الألمانية. هتلر بيكتب كتابه كفاحي في الفترة دي، ثم هيجي الحزب وهيصل إلى السلطة. والفلسفة النازية قامت على أساس صراع الأعراق، العرق الآري الألماني كان هو العرق الأقوى والأفضل، كمان قامت على أساس حق ألمانيا في التوسع ويكون إلى مجال حيوي ضمن كل الألمان، وكان دور اليهود هو أدنى الأعراق وهن مركز المؤامرات الكونية ضد العنصر الآري. ومن هنا التناقض العجيب في النظرية النازية، إن من ناحية اليهود هما أدنى الأعراق اللي بينظر إليها،
هم أقل من الجنس الآري، في نفس الوقت تحملهم كل المشاكل اللي بيلاقيها الجنس الآري، فهم من ناحية أقل من البشر كانوا بيصنفوهم، ومن ناحية تانية هم دول اللي بيتأمروا على ألمانيا واللي عايزين يودوها ورا طول الوقت، زي ما بنشوف في خطب هتلر في الفترة دي. gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. وبعد مجيء الحزب النازي للسلطة قام هتلر وجماعته مباشرة بتطبيق قوانين تمييزية ضد اليهود، منعوهم من ممارسة المحاماة، منعوهم من ممارسة العمل بالصحافة، الأطفال اليهود ما كان فيهم يروحوا للمدارس الحكومية إلا بنسبة قليلة جدا، أقل من 1%. بعد قوانين اللي في 33 بنوصل لقوانين نورنبرغ الشهيرة سنة 35 اللي بتحاول إن هي تعمل تعريف للجنسية الألمانية مرتبط بالجنس الآري، فنبتدي حسابات، أصل ده نص يهودي، ربع يهودي، ثمن يهودي، فده مسموح له ايه ومش مسموح له ايه، بنمنع الزواج المختلط عشان نحافظ على نقاء الجنس بتاعنا، كل الخطوات دي لغايه ما بنوصل في 38 لقوانين ان هم ممنوع يدخلوا المسارح، طرد الاكاديميين اليهود، ممنوع انه حتى الاطفال بتوعهم يروحوا المسابح. وب 29 الثاني عام 1938 اعضاء من الحزب النازي بكل انحاء المانيا قاموا بتدمير متاجر يهوديه وبيوت ومصانع يهوديه بما عرف باسم الكريستال ناخت او ليله الزجاج المكسور. الناس كتير بتتخيل ان الهولوكوست لما بنذكر قدامهم الهولوكوست بيفكروا على طول في الافران، لكن دي كانت اخر مرحله فيها، في الحقيقه المشروع كان متطور خطوه بخطوه. وبالبدايه بالحقيقه كان الهدف طردهم، يعني ما كان التفكير لسه بالاباده، وكان الهدف طردهم لبلاد الشرق او سماح لهم بالهجره. بالطبع، وبعد كده الموضوع بيتطور، بتبتدي ان انت تنظمهم في جاتوز مختلفة علشان تعزلهم عن بقية السكان، وبعد كده حتى وسط الحرب بنصل لأفكار خيالية من نوعية الخطة مدغشقر، ما نبعت كل اليهود للمستعمرة الفرنسية في هذا الوقت في مدغشقر ونخلص منه. وبعدين صار مؤتمر فانسن اللي تم اتخاذ فيه والاتفاق فيه بما يعرف بالحل النهائي أو the final solution اللي تم الاتفاق فيه على الإبادة الكاملة للعرق اليهودي. طبعا هو ده المؤتمر المهم جدا اللي بتتفق فيه الأجهزة المختلفة والقيادات المختلفة الألمانية على تنفيذ هذا الحل النهائي للمشكلة اللي هم بيواجهوها في نظرهم. بيبتدي الخطوات تتنفس طبعا قبل حتى هذا المؤتمر، خلال فترة غزو الشرق كان عندنا الفرق المخصصة من الجيش الألماني، الاس اس اللي هو القوات الخاصة الألمانية اللي كانت بتروح ورا قوات الجيش وبتبتدي تطلق النار على اليهود، تجمع اليهود وتقتلهم بشكل جماعي. عندنا الفرق دي زي في المسبحة بتاعت بابيار، وخلال عمليات القتل دي بيتقتل حوالي 1.5 مليون يهودي. وفيما بعد تم تجميع اليهود بمعسكرات اعتقال وبجيتويات، بمعسكرات الاعتقال او معسكرات العمل اللي تحت عنوان اربعت ماخت فراي، العمل يحررك بس بالحقيقه العمل يقتلك، كان بهالمعسكرات معدل الحياه كان فيها 3 أشهر تقريبا او اقل، والجيتويات كان يتم محاصرتها وتشجيع الناس اللي فيها، فكانت هي طرق بقتل مئات الالوف من اليهود. بالضبط، واحنا لما بنتكلم على رقم 6 مليون مش كلهم ماتوا في حاجه واحده، في كل اللي بنتكلم عليه ده سواء القتل الجماعي، الجاتوز، معسكرات العمل، لغايه ما بنوصل لمعسكرات الاباده، 6 معسكرات بيقتل فيها قرابه 3 مليون بني ادم. المعسكرات دي كانت اللي هي اللي استخدمت فيها الافراد، وكانت المعسكرات دي بيساهم فيها الجميع، يعني احنا عندنا هنا الشركات بتساهم في تصنيع هذه الافران، عندنا كل جانب من المانيا عملها، وخصوصا كمان عندنا التجارب الطبيه اللي كانت بتتم على المعتقلين اليهود. الهولوكاست كان صناعه بالحقيقه، وشارك فيه اكثر من 200,000 شخص، كثير منهم خلال المحاكمات اللي صارت فيما بعد كانوا يتخبوا تحت عذر انه احنا كنا بس عم نطيع الاوامر، مثل ما صفنا بمحاكمه Eichmann. The leading figures of the Wannsee Conference, the popes, had given their orders. It was up to me to obey. And after the Wannsee Conference, I made it a point not to make any decisions, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors.
يعني الدفاع اللي قدمه أيخمن في محاكمته ده كان دفاع مفهوم، لأن زي ما انت قلت الهولوكوست شارك فيه ناس كتيرة جدا. طبعا لما بنتكلم على دور الآخرين في الهولوكوست ده بيجيبنا الحديث حول الهولوكوست وعلاقته بمنطقتنا. جزء من اليهود اللي كانوا في تونس وفي ليبيا تحت السيطرة الإيطالية بيتاخدوا تحت سيطرة كمان حكومة فيشي الموجودة بسيطرة على شمال أفريقيا، بيتاخدوا فيهم بيرسلوا إلى معسكرات، وناس منهم بيموتوا في معسكرات الإبادة ومعسكرات العمل في أوروبا. وعند هاي النقطة بينتهي سردنا التاريخي لموضوع الهولوكوست، وننتقل لمناقشة دور العرب وموقف العرب من الهولوكوست. تحدثنا في الفقرة السابقة عن الهولوكوست كحقيقة تاريخية وكيف حدثت ومن المشاركين فيها. الوجه الآخر للقضية هو تعامل منطقتنا معها. وإذا بدنا ننظر لهذا الموضوع لازم نبلش بنظرة النازيين للمنطقة ولشعوب المنطقة وخاصة العرب. نظرتهم طبعا، وهذا الشيء ما لازم يصير استغرابنا، كانت كتير عنصرية وسيئة إلى درجة أنه هتلر بأحد خطبه وصف العرب وشعوب آسيا بشكل عام إلى أنهم أنصاف قردة يجب قيادتهم بالصوت. فعلا إن كان اليهود هم أدنى عرق في نظر النازيين، العرب ما كانوش أعلى بكتير من كده. بس في نفس الوقت كان في حاجة للتعاون. عندنا في فترة قبل الحرب العالمية الثانية زيارات لكثير من المسؤولين النازيين للمنطقة. جوبلز جه مصر، رئيس المخابرات بيلف في منطقة الشام بيحاولوا يبنوا علاقات تعاون. بل عندنا رودولف هاس أخوه كان عايش في مصر، هما الاثنين اتربوا في مصر فترة طويلة وكان أسس فرع للحزب النازي في مصر. بس هذا الشيء خلق تناقض عند النازيين، عند هتلر بالذات، في نهفه انه لما تقابل مع الشيخ امين الحسين المفتي العام للقدس لما كان خلال الحرب راح على المانيا هربا من الانجليز، اعجب فيه للشيخ وقال مو منطقي بس انه هذا الانسان يكون هالانسان الجميل يكون موجود قدامنا، هذا اكيد لازم يكون آري يعني. طبعا هو محاوله يعني التوازن بين النظريه وبين الحاجه في وقت الحرب. عندنا كمان طبعا موقف العرب نفسهم من النازيين، من ألمانيا النازية. طبعا الدول العربية في الفترة دي أغلبها محتل من فرنسا، من إنجلترا، طبيعي إن أو مفهوم إن يكون في قدر من التعاطف مع العدو بتاع المحتل بتاعهم. طبعا هو النظرة كانت مرتبطة بالاحتلال وكراهيتهم للاحتلال الفرنسي والبريطاني. حتى بتذكر إنه من القصص اللي كانوا يقولولنا إياها عن أيام الاستعمار الفرنسي بسوريا إنه كانوا الناس لما يطلعوا بتظاهرات ضد الفرنسيين يقولوا هذه يلا هذه سكتر بسما في الله بالأرض في هتلر. السماء في الأرض في هتلر. احنا في مصر طبعا كان الحديث إلى الأمام يا رامل لما كان خلاص قريب من الإسكندرية، الحج هتلر وكل الإشاعات اللي طلعت وقتها. بس بعيدا عن دول كان في أيضا ناس اتأثرت، ناس كتير في منطقتنا اتأثرت بالأفكار النازية والفاشية. يعني طبعا عندك في سوريا حزب البعث في فترة إنشائه زي احنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن أحد مؤسسي البعث بيذكر تأثرهم بالأفكار النازية في الفترة دي، وما كانش الحزب الوحيد. عندنا الحزب القومي الاجتماعي السوري، عندنا في مصر مصر الفتاة بتاع أحمد حسين، عندنا في العراق الجماعة بتوع رشيد علي الكيلاني. كل دي مجموعات وغيرهم اتأثروا في المنطقة بالأفكار الفاشية والنازية. وهذا الشيء يعني أثر على موقف العرب من الهولوكوست حتى الآن. يعني موقفهم بالحقيقة اللي كان نوع من السلبية وكان في نوع من الإيجابية. يعني من السلبية هو دور مثلا الحاج أمين الحسيني نفسه اللي ذكرناه قبل شوي، اللي هو كان دور تحريضي لما راح على ألمانيا وتقابل مع هتلر، سلموا إدارة راديو برلين الناطق بالعربية والموجه نحو الشعوب العربية لتحريضها ضد اليهود. فكان له دور، ممكن ما يكون هالدور الكبير بس كان دور سلبي. طبعاً الحاج أمين الحسيني ودور راديو برلين مهم جداً. عندنا كتاب عمله الأستاذ في جامعة ماريلاند جيفري هيرف حوالين الدعاية النازية الموجهة للمنطقة واستمرار تأثيرها بعد كده. لكن طبعاً في على جانب آخر نوع حصل برضو مبالغة عن الحاج أمين الحسيني. تفتكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما اتكلم عليه يعني كانت مبالغة تامة. بس عندنا مشاركة فعلية في الفرهود. احنا عندنا في يونيو 41 مئات من اليهود العراقيين بيتم ذبحهم على مدى يومين من قبل عراقيين. بس ما كان الموقف كله دائما سلبي، كان في مواقف إيجابية للعرب خلال هاي الفترة، من بيناتها موقف الملك المغربي اللي رفض تسليم اليهود المغاربة إلى
لسلطات الحكومة فيشي الفرنسية بهذاك الوقت. بالطبع، ومش بس عندنا حكومات، عندنا كمان دور أفراد. يعني في سي علي سكات في تونس، اللي مجموعة من فوق 60 يهودي هربانين من أحد معسكرات العمل في تونس بيخبيها. عندنا بعد كده خالد عبد الوهاب اللي بيذكر قصته، بيكتشفها روبرت ساتلوف في كتابه عن الدور العربي الإنقاذي في فترة الهولوكوست، اللي بيخبي عدة أسر يهودية في مزرعته في تونس. وكمان عندنا مش بس اللي كانوا عايشين في البلاد العربية، عندنا محمد حلمي الطبيب المصري اللي مقيم في برلين وبيخبي يهود في وسط برلين، وحتى متحف ياد فاشين يعني بيعترف به كأحد منقذي اليهود من الهولوكوست. بس للأسف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بنرجع على الدور السلبي وللعامل السلبي، لأنه كثير من اللي شاركوا بالمحرقة هربوا إلى الدول العربية من بيناتهم سوريا ومصر، واحتموا بالأنظمة الموجودة هناك. بالطبع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وخصوصا في أجواء الصراع العربي الإسرائيلي، كان في احتفاء بهؤلاء النازيين ومحاولة استغلالهم. عندنا برونر اللي كان مساعد بتاع أيخمن بيفضل عايش في دمشق لغاية الألفينات، يعني عاش سنين وسنين محمي من الحكومة السورية. وغيره دكتور الموت ألبرت هايم كان عايش في القاهرة متخفي تحت اسم معرفش الحاج طارق إيه، وكان عايش هناك رغم تجاربه الطبية اللي عملها على اليهود. عندنا والتر راوف بيساهم في تأسيس المخابرات السورية فترة، وربما الأهم يوهانس فون ليرز اللي كان مساعد لجوبلز وبيلعب دور مهم جدا في خلق جهاز البروباغندا والإعلام لجمال عبد الناصر. وتطور موقف العرب بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب العالمية الثانية تجاه الهولوكاست، وصار مرتبط أكثر بالصراع العربي الإسرائيلي، وصارت نظرتهم جدا مسيسة وضيقة، على الرغم من أنه الصحف العربية غطت المذابح اللي صارت ضد اليهود بذلك الوقت. الموقف العربي من الهولوكوست مرتبط بنظرة العرب أن إنشاء إسرائيل مرتبط بالهولوكوست. في اقتناع عند كتير أن سبب إنشاء إسرائيل هو عقدة ذنب موجودة عند أوروبا عند العالم بسبب المذابح اللي حصلت. طبعا ده أمر غير صحيح تاريخيا. المشروع الصهيوني سابق بسنين كتيرة وعقود من الزمن للهولوكوست، وكان أصلا في قبول أو مشروعات للتقسيم مختلفة موجودة من قبل حتى الحرب العالمية الثانية. بس الإنكار صار هو الموقف الأساسي والأقوى عند العرب تجاه الهولوكوست. روجيه جارودي ألف كتابا علميا ذات طابع أكاديمي ليتحدث فيها عن المحرقة اليهودية المدعاة في ألمانيا، وليثبت أن هذه المحرقة هي أساطير. وده حدث مش مثبت تاريخيا 100%. العدد الأفران دي كذبة إسرائيلية. ليس الهولوكوست أن يحرق 50-60 يهودي في ألمانيا أو في سويسرا وما زال اليهود ينادون بالهولوكوست. طبعا الإنكار اللي احنا بنشوفه دلوقتي تشكيلة متنوعة. عندنا إنكار بينفي أصلا إن حصل أي حاجة، في ناس ماتت بسبب أمراض بسبب حاجات كده ما لم يكن أمر ممنهج ومنظم. في ناس بتقول إن في ناس كتير ماتوا إشمعنا بيتكلموا، أو إن في آخرين أيضا وليس اليهود فقط. وأخيرا طبعا عندنا الناس اللي بتنكر وجود الأفران مثلا، أو الأفران ما كانتش موجودة عشان تقتل الناس. في كل الحالات دي مفيش إنتاج يخي من المنطقة نفسها، يعني إحنا مجرد بنعيد تدوير أفكار موجودة من قبل أحزاب فاشية في أوروبا ومجرد بنعيد نفس الكلام. يا ريت بتوقف الموضوع عند هذا الحد. بس بالإضافة لهذا الشيء، ومرة أخرى ارتباطا بالصراع العربي الإسرائيلي، في كتير ناس بيحتفوا باللي صار، يعني بيقولوا يعني يا هتلر عملت شيء كتير منيح، 6 مليون رحلون بيستاهلوا هذا الشيء وإن شاء الله نعمل أكثر. يعني هذا التفكير خاصة موجود عند الإسلاميين، بس كمان موجود عند القوميين العرب. بل في ناس بتعمل خطاب إن هم كانوا يستحقوا، إن بص اليهود عبر التاريخ هم يستحقوا ما حدث لهم واحتفاء بما حدث لهم. الله سلط عليهم طوال التاريخ من يؤدبهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر، ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا، ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم، وكان هذا أدبا إلهيا، تأديبا إلهيا وعقابا
عقابا قدريا لهؤلاء. من ناحية أخرى كمان كان طريقة أخرى بالتعامل مع الهولوكوست هو الاعتبار أنه في مبالغة بالأعداد. نعم اليهود تعرضوا لمجازر مثلهم مثل غيرهم، بس 6 مليون هذا عدد لا يصدق. ففي محاولة لاتهام اليهود بأنه عم يبالغوا بالأعداد لابتزاز ألمانيا والمجتمع الدولي والتحصل على منح مالية لقيام دولة إسرائيل. مش بس ألمانيا، في جو عندنا من فكرة أن الموضوع كله دعاية، وإن بما إن الموضوع دعاية فهو اليهود بيلعبوا بقصة الهولوكوست، في صناعة الهولوكوست زي الكتاب اللي اسمه كده، في إن كل العملية علشان مصلحة إسرائيل وخلق عقدة الذنب عند العالم. وبما إن الموضوع تفسيرنا إن إسرائيل أنشأت بعقدة ذنب بتاعة العالم، يبقى تفسيرنا لاستمرارها والتأييد اللي بتحصل عليه من دول العالم إنه بسبب استمرار عقدة الذنب ونجاح اليهود في استغلال الهولوكوست. وطبعا في طريقة أخيرة لل العرب بالتعامل مع الهولوكوست وهو موضوع المقارنة. على الرغم من أنه إحنا مننكر الهولوكوست أو منقول أنه مبالغ فيها ومسيسة إلى آخره، بس ما في مانع أنه نحن نحاول نستخدمها بنفس الوقت. فبالتالي منقارن اللي عم يصير معنا دائما بالهولوكوست، أنه النكبة الفلسطينية هي هولوكوست، أي مذبحة بتصير أحيانا أو أي مجزرة بتصير منقول عنها الهولوكوست. فعمليا إذا هذا الشيء بيخدمنا نحن عنا استعداد نستغل مصطلح الهولوكوست. طبعا، وده كله ناتج عن مفهومنا ان سبب هنرجع للموضوع انشاء اسرائيل هو الهولوكوست. فلو هم ناجحين في تسويق الموضوع فاحنا الحل بالنسبه لنا عشان قضيتنا تكسب ان احنا نسوق قضيتنا بنفس الطريقه، ان كل حاجه تحصل عندنا تبقى زيها، ابتزال تام للمفهوم. يعني هو لانه نحن عم نضطر عليه من منطلق تسويقي واعلاني، مفهومنا للهولوكوست هيك، فنحن بامكاننا نستخدمها بنفس الشيء، الا بحالات نادره مثل ما بنشوف هلا انه متحف الهولوكوست عامل جناح للازمه السوريه. فبالتالي انه لما بيكون الموضوع نابع عن دراسه اكاديميه لمجزره او لموقف معين او اللي عم يصير بميانمار، فممكن الواحد يكون له نظره مختلفه عن الموضوع. بس بشكل عام أنا بعتقد أنه يمكن هلأ صار في فرصة لأنه العرب والمسلمين بشكل عام يتخذوا موقف مختلف من الهولوكوست. ومؤخرا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عيسى زار متحف الهولوكوست واعترف بأنه هاي المجزرة صحيحة ومأساة وما لازم تتكرر. طبعا في نظرة للكتب الموجودة بالعربية عن الهولوكوست، لكن في كتب وفي مصادر كتيرة يقدر الناس يقروها ويقدروا يعرفوا منها عن حقيقة ما جرى. وقعت المحرقة. المؤرخين أثبتوا أن كثير من زعماء العالم عرفوا على اللي بيحصل، لما حدش يتدخل عشان. وبعد المحرقة صار السؤال هو كيف نخلي ذكراها، لأنه مثل ما قال الفيلسوف إلي فيزل اللي هو أحد الناجين من المحرقة، بدون ذاكرة ما في ثقافة، بدون ذاكرة ما في حضارة ولا مجتمع ولا مستقبل. مئات الآلاف نجوا من الهولوكوست، كتير كتبوا قصصهم وخلدوها، المحاكمات ادتنا تفاصيل أكتر. بعد ده كله أصبح السؤال إزاي نخلدها، ومن هنا جاء إنشاء هذا المتحف. The Holocaust Museum was created to be a memorial to the victims and survivors of the Holocaust and to try to ensure that future generations would never forget the history of what happened in Europe to Jews and other persecuted communities and try to ensure that future generations can learn those lessons that we don't find ourselves in the future suffering the same atrocities. وبعد ما تعامل العالم مع سؤال الماضي صار لازم يتعامل مع موضوع المستقبل. طرح المجتمع الدولي وعد لن نسمح مرة أخرى never again بأنه يتكرر إبادة جماعية. الهولوكوست كان حدث استثنائي في التاريخ، لكن المذابح والإبادة الجماعية حصلت قبليه وبعديه، مذابح الأرمن في الحرب العالمية الأولى، البوسنة، رواندا. ولكن للأسف الشديد بدال ما يكون لن نسمح مرة أخرى، العالم والمجتمع الدولي سمح مرة بعد مرة بعد مرة بتكرار المأساة. واليوم تحدث المأساة في سوريا، والمتحف بيحاول يخلد أو يذكر ماذا يحدث في سوريا. This exhibit was very important for us to do. We were created and part of our mandate is to do for communities today what was not done for the Jews during the Holocaust. That is to speak in solidarity with those that are being targeted, with those that are the victims of horrific mass atrocity crimes. And what we have seen happening in Syria now for over 7 years is the intentional targeting of people with the most horrific of possible strategies and tactics used primarily by the Assad regime with the support of Russia and Iran to intentionally victimize innocent people. And from the perspective of the museum, for us to truly uphold the lessons of never again,
We had to tell the story of the Syrian people who have been the victims of these horrific atrocities. Category was simply murdered.